اهلا بكم في سبورتس بالكيسو. السلام عليكم. ان شاء الله ده اول فيديو معانا في مجموعه الديفولبر، وزي ما اتعودنا قبل كده ان احنا كنا بناخد فك وتركيب المجموعه زي ما مشيناها في مجموعه الدرام. خدنا فك وتركيب المجموعه، وبعد كده خدنا دراسه الوظائف بتاعه المكونات بتاعه المجموعه والدراسه من ناحيه الميكانيكا والشحن، تمام. وبعد كده خدنا المعلومات اللي نعرف نطلعها عن مجموعه الدرام من السيرفيس مانوال. ان شاء الله في الفيديو ده هنمشي، يعني هنعكس الموضوع شويه. هنبتدي بان احنا نطلع المعلومات عن تانك الديفولبر من السيرفيس مانوال، وبعد كده نبتدي فك وتركيب المجموعه، وبعد كده نشرح الوظائف بتاعه مكونات المجموعه والمسار بتاع الشحن والميكانيكا، تمام. طيب ليه هنبدا كده؟ لان هو ده الاصح. يعني المفروض انك انت لو في موديل جديد بتبتدي تتعلمه، اول حاجه بتعملها انك انت بتبتدي تكتشف المكونات بتاعه الموديل ده من السيرفيس مانوال، مش اخر حاجه بتعملها. مش بتبتدي تمد ايدك في المكنه، وبعد كده بتبتدي تشوف من السيرفيس مانوال. لا، الصح انك انت بتدرس السيرفيس بتاع المكنه الاول، وبعد كده بتبتدي تشوف الحاجات اللي انت فهمتها عن المكونات، سواء بقى من فك وتركيب او وظائف او اي شيء، بتبتدي تطبقه على المكنه فعليا. هنمشي ورا العناوين زي ما اتعلمنا، وهنشوف دلوقتي العنوان بتاع الفك والتركيب اسمبلي اند ديس اسمبلي. هنبدا نفتح العنوان ده. احنا عارفين المكان بتاع تانك الديفولبر في العنوان بتاع ايمج فورماتنج سيكشن، تمام. هنفتح العنوان ده، هنلاقي اهو اليونت الديفولبر، هاجي هخش عليه، هبتدي همشي ورا التوجيهات والصور، وهشوف طريقه تانك الديفولبر بيطلع من المكنه ازاي، وازاي بنرجع له تاني، ولو في اجراءات في حين تغيير تانك ديفولبر جديد، برامج معينه المفروض ان انا هفعلها، هنعرف دلوقتي ايه هي، تمام. هنكبر الصوره. الفك وتركيب تانك الديفولبر، اول توجيه معانا بيقول لنا فك وحده توصيل الحبر والعادم، تمام. دي كده اول حاجه. تاني حاجه كلوز تونر سبلاي شوتر. لما هاجي هبص هنا هلاقي فتحه دخول الحبر في التانك، وده الغطاء اللي بيقفلها، تمام. وكاتب لي هنا تونر سبلاي شوتر، تمام. فهو ده الغطاء اللي قصده بيه التونر سبلاي شوتر، هو بيقول لي اقفل الغطاء بتاع تانك الديفولبر، تمام. الخطوه رقم 3 ريموف ذا كونكتور. هنشوف فين هنا في الصور الكونكتور، اهو في كونكتور هنا، وفي كونكتور طالع من تانك الديفولبر رايح ناحيه الفيشه، تمام. وفي اتجاه السهم ازاي بتفك الفيشه. نخش على الخطوه اللي بعد كده، بيقول تيرن داون، اللي هو فين الدراع اللي هو فيه، اهو بيقول نزل الدراع ده لتحت، اللي هو الدراع اللي هو الحامل بتاع الديفولبر عليه، عشان حامل الديفولبر ينزل، وبالتالي تانك الديفولبر ينزل تحت. فبناء عليه لما نيجي نسحب تانك الديفولبر يبقى مفيش احتكاك ما بينه وما بين يونت الدرام، تمام. طيب قلنا الخطوه دي ان احنا ننزل الدراع بتاع التانك لتحت، وبعد كده الخطوه اللي بعديها بيقول لنا فك القفل بتاع التانك. قفل التانك زي ما شايفين في الصوره دي، هنكبرها شويه، بيكون من تحت التانك، والكلام ده احنا شفناه واحنا في الفيديوهات اللي بنتعرف فيها على المجاميع بتاعه الطباعه بتاعه المكن، تمام. فالمهم اللوك ده بزق اللوك لفوق، تمام، وابتدي اسحب التانك بتاع الديفولبر زي ما احنا شايفين في الصوره هنا، تانك الديفولبر بيطلع لبره. التوجيه اللي بعد كده بيقول شوف انك انت هترجع تانك الديفولبر تاني او هتغيره بتانك الديفولبر الجديد، وطبعا في حاله تغيير تانك الديفولبر جديد مديني شويه برامج كاجراء ان انا هاخده بعد تغيير التانك، هخش اتعامل مع البرامج دي. اهلا بكم في سبورتس بالكيسو.